مشاه الياس مشاه اختي ما لا 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 ما عمدرس الياس فنت وحي لا 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 ما عمدرس اسمحوا لي اختي والله ما عرفش اللي قلت لكم شي عجلك السلام عليك سمعنا قالت يبقى واحد قلنا راه داركم شاعله فيها العافيه من جينا لقيت الوليده مليوحه برا مرت خويا عريانه سي مليوحه برا واحد جا ويصال واحد لدي بنت خويا غير نخلات الطواليت مع نخلات مع تفرقعات البوطه مطرى لا والو يا والو مطرى لا والو البوطه ما كانتش شاعله ما كانتش شي حاجه زعما ديال اللي غايقولوك خويا شنو هي الوليده وخالتي ومرت خويا هما اللي كانوا في الدار ديك الساعه وما خويا حاضرين ماشي شي حدا شي بوطه اخرى والله ما ولا شي حاجه والله ما نقول لك والله الا قلت لك شي حاجه غادي نكذب عليك هذوك الناس راهم اللي حاضرين تما ولي انا كنت بالروسي طايتو عليا مشيت من السبيطار من السبيطار طلعنا مع البوليس شفنا الدار وداك الشيء مشينا مع الاجراءات ديال الدري وداك الشيء طايتو عليا ما عرفتش كيفاش وقع داك الشيء ثلاثه العيالات هما في السبيطار محروقين الدري الدم ولا ما نماتو الدار راك شفتوه ما نقدرش نقول لك شي حاجه اخرى من غير ما كاين حتى واحد الدراري ما حاضرش كانوا كان الماتش كانوا قاعد دري في الكره كيتفرجوا ماتش سيد جورنا وقاتلوا هذه الفجيعه ما كانش حاضر وملي جا لقات ديك هذيك الفجيعه فيها ثلاث العيالات وواحد الوليد توفى حنا دفناه اليوم والحاله ديالو ضعيفه مسكين راه ما بحالو شي راه غير الجيران اللي وقفوا معاه وكنطلبوا الله شي اعانه من عند المحسنين وكنطلبوا الكرم ديال سيدنا عاش الملك عاش سيدنا الله ينصروا لينا سيدنا هو اللي عينينا فيه باش هو اللي غادي يشوف الحاله ديالنا وبالنسبه للسلطه راه جات وتعاونوا معنا وداروا كل شيء جات الصحابه جات كل شيء والسيد راه الحاله ضعيفه صراحه راه واقفين الناس ديال الدوار والله سبحانه وتعالى وحنا كنترجوا الامل ديالنا في سيدنا وفي الله سبحانه وتعالى كنتمنوا الامل ديالنا في سيدنا ولا كاين شي محسن يعاونوا السيد راه حنا الدوار دابا اللي غنجمعوا نديروا له وما يشاع على ما سمعت قال لك اسيدي مشى للسبيطار قالوا له عندنا ثلاث ناس دابا في حاله خطيره اشنو قال لك في السبيطار؟ في التحاليل والتحاليل ما عندوش باش يديرهم الله غالب الله غالب ما عندوش حنا يلاه دابا غادي مكلفين بهذا الشيء السير الرقيق غير الجيران مول 1000 مول 400 مول كذا هذا الشيء اللي كاين هذه طبعا كنديروها ديما والسيد راه شايفو عاطل ما كاينش وليدات ديالو ما خدامينش خدام واحد في لافيراي نقول لك ب 6000 ريال 7000 ريال شنو غدير لهذ العائله وامنا في الله وامنا في سيدنا الله ينصره